انه كمقاف حتى وقفنا ما شاركناش في الحوار، ورغم ذلك سجلنا فيما يتعلق بهيئه مراقبه الانتخابات باش يكون عندنا موقف معناها في التصويت. ولكن الهيئه الاداريه اليوم بعد تناولها وتدرسها بعمق في محتوى مضمون الدستور، الهيئه الاداريه الوطنيه فوضت بمكتب التنفيذي الوطني ان يصدر معناها بالمسائل التفصيليه في شكل بيان مطول يذكر فيه بعض الاجابات، بعض المسائل اللي كانت ايجابيه فيما يتعلق بدستور 2014 فيما يتعلق بالحقوق العامه والفرديه والحق النقابي وحق الابرار، ورغم بعض الهينات اللي فيها، ولكن هناك بعض الهينات تتمثل في تكلس السلطه بيد واحده، في غياب معناها الذكر مدنيه الدوله في التوازن بين السلطات. هناك عديد الهينات معناها اللي ارتأيناها اللي مش يصدرها الاتحاد عن طريق المكتب التنفيذي الوطني للرأي العام. وبناء على ذلك في ظل تنوع الاتحاد العام التونسي للشغل والعائله النقابيه، فالاتحاد فوض لكل العاملات والعاملين بالفكر والسعد ولمن يتقاطع معنا في المبادئ والاهداف وللنقابيات والنقابيين حريه معناها الاختيار معناها والاقبال معناها على يوم الاستفتاء. هذا هو الموقف معناها النهائي اللي عبرت عليه الهيئه الاداريه الوطنيه، وسيصدر قريبا الايامات القادمه ما يشفي مده طويله ما يثبت معناها موقف الاتحاد وقراءته النقديه معناها لمشروع الدستور. وشكرا لكم.